مرحبا شباب، شلونكم اليوم؟ ان شاء الله حنشوف اهم اختيارات استعمال متصفح الانترنت في سايبر بانك، ونعرف ما هي الستريت كريد اللي هي بمثابة مستوى سمعة اللاعب في نايت سيتي، واسرع طريقة لرفع مستوى السمعة، وبالنهاية ناخذ نظرة سريعة على المكافآت اللي ممكن الحصول عليها من الفيكسرز عند اتمام كل مهماتهم. فنبدأ ويا انترنت اللعبة. فممكن من خلال الكمبيوتر الموجود في شقتك ان تدخل على النت، وهنا اهم المواقع المفيده هي اوتو فيكسر اللي من عنده تقدر تشتري سيارات من الكابيتان اللي هو نفسه الفيكسر المسيطر على منطقه سانتا دومينغو، وايضا يوجد موقع ايزي ستيت. هذا موقع مفيد بانك تقدر تشتري منازل ثانيه لك في نايت سيتي من هذا الموقع، فممكن تشتري منزل لك في وسط المدينه او في منطقه ويست بروك اليابانيه وغيرها. كذلك في هذا الموقع نفسه ايزي ستيت يوجد خيار ديكور للمنزل، من عنده ممكن تدفع فلوس حتى تغير الوان شقتك الرئيسيه. ويجب ذكر انه في انحاء نايت سيتي يوجد ايضا اوتو فيكسر تيرمينال، هذا من عنده ممكن ايضا تتصفح موقع الكابيتان وتشتري سيارات من هنا. لكن المشكله اللي ممكن تواجهك انك حتشوف انه كثير من هذه السيارات حتكون مقفوله وما يسمح لك بشرائها رغم انه عندك الفلوس. فهذا سببه لان كثير اشياء في اللعبه من سيارات واسلحه ومعدات سايبر وير تطلب مع الفلوس مستوى معين من الستريت كريد، والستريت كريد هي سمعتك في نايت سيتي، وهي الرقم الاخضر الظاهر بجانب مستواك الرئيسي اللي باللون الازرق، فكلما ارتفع مستوى الستريت كريد خاصتك حيسمح لك بشراء اشياء افضل في نايت سيتي، والمستوى الاقصى للستريت كريد هو ليفل 50. انت هسه يمكن تسال عن طريقه زياده مستوى الستريت كريد السمعه، فباختصار اسرع طريقه لزياده الستريت كريد هي ان تقوم بمهمات الجيكس المنتشره في كل انحاء العالم. بمساعدتك لشخصيات العالم حتحسن من سمعتك واسمك في نايت سيتي. هذه المهمات القصة الرئيسية والمهمات الجانبية ما يعطون كميات كبيرة من الستريت كريد، فممكن ترفع الستريت كريد بالقيام بالمهمات القصة والمهمات الجانبية، لكنك حتكون بطيء هنا. فممكن تخلص القصة الرئيسية بدون ما توصل مستوى 20 أو 30 ستريت كريد. لتأدية مهام الجيكس فوائد ثانية، فمثلا إذا عملت كل مهمات الجيكس اللي تقدمها وكاكو اللي هي الفيكسر الوسيطة المسيطرة على منطقة ويست بروك، فبالنهاية وكاكو حتكافئك بسيف كاتانا اسمه أعتقد بايكو، فهذا كاتانا أيكونيك مميز بشكله، فماكو كاتانا ثانية في اللعبة بنفس هذا الشكل، وأيضا مميز بأنه عنده ضربة أثناء الجري تختلف عن باقي سيوف الكاتانا العادية في اللعبة. وجميع الفيكسر في المناطق الثانية يعملون بنفس الطريقة، فكل الفيكسرز بعد ما تكمل كل مهماتهم حيعطوك مكافأة قوية، أما سلاح مميز أو سيارة وغيرها. وهنا نكون خلصنا، فعرفنا أهم استعمالات الإنترنت في اللعبة، وعرفنا ما هي الستريت كريد وأسرع طريقة لزيادتها، وعرفنا شوية عن نظام الجيكز والفيكسرز الوسطاء في نايت سيتي. فإن شاء الله شرحي كان واضح، وأتمنى لكم يوم سعيد.